يقول ذبحنا داب هنا في عقودنا كان مطلوب علينا سلامتنا. ليه ما ذبحت والداب انت؟ اي بالله صادق. جاء بعدها بفترة رفع قضية اشياء الطاحوس على ابو سلطان. عادك الدوسري. اي يا ولد زين قضية علي. سحروا مع بعضهم هم وقام تركي الدوسري من باب المزح وضغط على شيء زي كذا هو تسحره. ضغطه كذا على رقبته زي كذا. وراحت الايام جاء محكمة بعدها بيومين. زين برنامج حلو. قضية عليك يا ابو سلطان. قال وش قضيتك علي؟ قال انا كنت اتسحر وجيتني انت وجلست ضغطت على ظهري زي كذا على رقبتي. لو شافك شخص من صغار السن بيسوي ينتظر هو يصعدها. قال كسبت القضية يا رجال. قال لا كسبت القضية يا رجال. بس يا رجال. ما شاء الله بروس كبار ما في. ما شكله يا ولد. يا زينك يا ابو طاحوس. عز الله انا لا وفيه يوم طلع هو يا ولد بحيح وراحوا برا. ايه يوم عودوا يديهم هو وخلف ما ادري شنو خلط حط خلف معهم. والى خلف كان طالع بعد. رشيد ثلاثة عند ابو سلطان. قال انت وش اللي مودك برا؟ قال انا كان وليدي عنده ابل وعنده ناقه تعبانه وابغى اوديها اضربها بابره هاي. قال انت بيطري ما غابوا. قال بيطري انت بيطري ما طلعوا غابوا عن الحلقه. او راح ايه ايه غابوا جت حلقه وغابوا عنها. يا ولد جابوا سلطان قال تعال انت ليش غايبين؟ قال ويدا بحيح انا كان اروح الحلال وكان عندي ظرف وكان عندي كانوا يطلعون يجون زي كذا ايه يوم بدل فطور واسحور طلع لكن نار ما وعندي واحده من ياقي كانت تعبانه ويدا بحيح يقول كذا قامت يا رشيد رحت عالجتها رحت معها اي ويدا بحيح ما يبي عاد قال انا قال ايش كلمته؟ قال انا حيوان او انا يذب على روحه هذا اول محي البرهم وعلج ايدي وخلفنا في الريدي 4000 وكم معنا فلاح فراج ما فلاح فلاح فراج كان سعود الجوز سعود الجوز كان مشعل لهم بجي هادي علي صدان هذا الروشه في رمضان برامج رمضاني علي هادي تهدوا يا عبد الرحمن الكليب تلاقوا وياه تلاقوا تلاقوا مشاكل وانتهت لها سنه كله مستعطف يقول عبد الرحمن كذي كله مستعطف حتى يجند المستعطف الناس نسيت الموضوع والناس راحت انا بيوتيوب محرك البحث كله روجر 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 هو جد عبد الرحمن كليمه عمر هذاك كان يتحاور وياه شو اسمه يتحاور مره يا فراج وفلاح ومره يا ولد عزوا بعض اللي جمعهم مجنون يا ولد اللي جمعهم مجنونين زي من جمعهم الله سبحانه من جمعهم وشو ذاك وش اسمه يا اسمه اللي الشايب ايش اسمه يقعد معهم يطامر معهم ويحضر معهم ياخذ بعد قضايا ايه رفع قضية على واحد هو رفع قضية ايه يوم وده فوق وخلوه طلع العود فوق صد حقنا البيت ذا طلع العود فوق هذا كان معهم عود شايبت عندهم ايه ساكن معهم ايه والحية ايه لا سكسوكة اللي يقول عاش من قال عيش ايه عاش من قال عيش قايم محف رمضان وطلعوا العيال فوق طلعوه معهم فوق يا الله عنزوهنا نطلع فوق شايط ماله يوم طلعوا فوق طلعوا السلام ويجروا يخلونا يا الزواج برنامج هذا حلو يقعد يحاول يحاول الله يذكره بالخير والله استاذنا حبيبي الشعبي وين راح يا رجل ما يجيبونه معنا ما ادري يجيبونه عندنا استاذنا وياه ما يجيبونه معك اذا كان في برنامج رمضاني ولا انت انتم مهدر كانك تقعدوا رايط وسلام عودوا مع الشيبان الصبح وروحوا لاهلكم اي والله تعالوا كل صباح مع الشيبة اي والله صح شباب هن شباب 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 وسام انت لا تتحرك سنون طايحه شباب طموح يقول شباب طموح كم عمرك انت؟ شباب طموح ولد من غيرهم انا سجلت منهم فلو شن كم هم كم عددهم؟ كان في عمر هذال وعبد الله الفريدي فلاح فراج عبد الله الفريدي نايف الفريدي خلف القحطاني ويد البحيح رشيد الطاحوس رشيد بن طاحوس علي بن هادي علي بن لبده علي بن لبده بن لبدان شو اسمه بن لبده مين شو اسمه بن لبدان هو
علي 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 باللبدان علي بخيت علي بخيت ونعم اي هيا علي باللبدان والعود سعود اللي يقولها العود اي ابو تخيل الله ابو تخيل حلوه اي بس الا واجد لا هذا مو هذا عاد كان يجون مطار عاد مطار كان كازي فخر معهم ها بظهير عبد بظهير ونعم موجود ما شاء الله على جمعهم صدق انا صدق ما توقعت يجون كذا انا شاوروني فيهم قبل شوي قلت اعتمدوه اتصالون سعود الجوزة صوت عز الله سعود الجوزة اعطيهم صوت اعطيهم صوت سعود الجوزة زعلت عليهم راحوا خلان هاي ولد اي والله خلاص شو هون؟ ايش سعود الجوزة؟ ها؟ سعود الجوزة شو؟ اقول صوته زين صوته قاعد محييهم حتى فلاح حراي ما قصر بعد انت فرات بسيط والسلام قصيد انججل خلنا نسولف هنا النسخة هذه الحين انت رحت هنا احنا اخوي انا ربعنا وين راحوا؟ خليني بقول لك في رجال انا ما شفته الا في الرش عز الله انه شخصيته رهيبه اللي هو خلف الحطامي انا اشوفه شوي ترى بالامانه لكن الرجال راعي روايه وراعي قصيد وراعي حفظ وراعي مرح وراعي ضحك ما شاء الله اخلاق هو الرجال اللي طلع من البرامج متكامل متكامل صغير سنه ما شاء الله جزاكم الله خير ما عليكم جهد يستاهل والله اني صادق تابعته فيها حتى مره يتابع يسوي يقول له قصه ورشيد هو اللي ملح البرامج معهم هو يسولف يقول ايش كلمته موقف من طويل العمر او حولك ورشيد يقول ايش في سبح يقول انت تقول قال كم مره قال ايش كان بده؟ طويل العمر حكي وش سالفه انهم يعلقون لو تدخل يوتيوب تشوفها وانا تخليت شلون؟ دقيقه اللي برا سولف من قصه عبد الله عرضنا بالاجواء احنا قاعدين نعلمهم ترى احنا قاعدين ندعمهم ترى بس غير مباشر الدعمين راح مو بحاجتك لهم لا ما عليك لا ندعمهم انا اليوم انا جالس هنا اليوم قاعد اعد ذكريات ناس جو هنا ورحلوا لن يبقى هنا الا بصمه بزنس ثلاثه بس لن يبقى الا هي تكبير مسلم الا يا معارض على بس بزنس ثلاثة؟ نو اي نو انت معاطل ما عجبت النسخة ما عجبته اذا انت ما تحب نسختنا وصلنا ترى بكره ما تلقى من وادعك لا كلهم نضحك ياس بس هو حقك ذيك اللي هي لا لا هذه بالبورصة امشي البرطة ابو دوي حس غاب عنه يومين تقريبا يا يجي صارت النسخه مثل العربيه بدون حمار يا يجي من هو؟ العرب نسختنا صارت مثل العربيه بدون حمار كيف يعني؟ محشو من الحمار محشو ابو دوي حس محشو من انت محشو سو الصراحه هذه حديقه حيوانات ذي النسخه كامله خذ والله جاك الحيوان الثاني دور على الحيوانات دور علينا اللي ما نبقى قايل هذا عربية روح والله العظيم ماكم داعي ما انا جالس عندك تدرون ليه؟ تروح تاكل بقصب عرف لانكم تروح تاكل بقصب تدرون ليه؟ اه لانكم انتم ما تحشمون ربعكم لا اله الا الله لا اله الا الله بقطعها معكم ما حاول اقطعها الحمير انت درجة يا ناس هاي يقول ابن عمي ابن عمي انا والدبور شفت امحق امحق شباب شفتوا يا متابعين شفتوا يا متابعين يسبون النسخه هذا ناس يستحقون دعم لا شوف هذا ناس يستحقون دعم يقولون ربعه حمير يقولون ربعه حمير شوف وجهه قربي يا كاميرا يستحق دعم هذا اقول شوف اسكت اسكت عصب على هذا سب ربعك يوم الاربعاء ولا كلمه اوكي سويتوا فيني هاك اليوم اوكي سويتوا فيني هاك اليوم يقول اوكي اوكي هذا عيده هذا اللي فتح الموضوع كلها منه كلها منه طب وش يا رجال الحيوانات لها حق علينا يا رجال اقرا شوف طب سوالفنا احنا خابرين طب سوالفنا ذي ولا تبغى تسولف الروشن يا رجال كلها ما بيها كلها هذه نهاية اللي يتابع البرامج واقعية هو بلاش نسختنا كلها راحت سوالف النسخة اللي راحت قبل جاي نبي شيء هنا بقامنا خلاص هذا اشتغل خلاص شوف سلطان وحش ادخل شوف سلطان وحش سعود الجوزة
علي بن هادي. تفضل. سوالفك كلها هنا. هذا ربعنا حمران العيون لازم اذكره. حمران العيون احنا مو بس. يا الله. انت حمران العيون بس كذا. انا اسعدك الرجال هذا. اجل 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 هذه توقع يا رجال انا حقيقه خلاص خلنا في حوشنا ليش العلم يقول انتم حميد النص هذه كلها شو شو يقول قاعد عايش مش عارف قاعد ما لهم اللي قلت الكلمه اللي وصلتني من هي له شو الكلمه اللي وصلتني محمد وصلت لعلكم من هي اللي نطق بها من هو وش هي الكلمه الكلمه لا تقال في كلمتين خطيره بعد ايه كلمتين خطيره ليه يا صدد وحش؟ ماذا فعلوا بك اخوياك؟ على قولت الايام متعب، هل اثروا عليك؟ الايام متعب ويتثقف ولا بعرف. نعم، لا، لا ربما. لا. ربما. وش عقب يا رجال؟ يلا نبداك، خلينا نجي سوالف طيبة وزينة. نبداك. نفسي عندك زينة ها؟ رايح بزنس. تراني رايح. خذاني تراني رايح ولا ادري ايشكم والله باجي وين بتروحون؟ باجي ريجي ليشكمكم انت من قلع ريجي ليشكمكم يا ريجي لما انهم جو الريجين يدورون السوالف والعلوم الزانه وكل رجال يهرج بهرجين طيب ايشكم يا عقب ذاك قمت تزارقون ما هي بي طب تنقلع زعل عليك ودك دغفيل روح روح دغفيل واحد اللهم لك اللهم لك اللهم لك الحمد خليني اقول لك بعطيك راي انا وياك بدل ما نروح نطلع ونسخه ونعود نروح خلينا نقعد هنا في الرشد قعد ان شاء الله يجي الرضا من قريب تم تم يا ابو واحد روح اسرع عليك روح يا مسلم حاشمك من حشمه عبد العزيز عيد الله من شرك وبس فارقني فارقني والله قايم دحن للشيطان الله العظيم يا رجال حي الخير بس امس اخوك يا عاصم لو انك صامن عودت علي لو انك صامن عودت علي لا 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 مجري يا رجال طيبين والسلامة لكم يلا حيهم مجري سلطان طيبين شو وقعك مجري علي شو وقعك مجري ابو شعوان شو وقعك مجري ابو وجيرك يا الله حيا الله يبارك طيب وخير يا مرحبا والله ما اسهل الله يبارك فيك جيناكم شفرمه من عدنا مشاركين مباركين لا لا ما هي مشاركين هذه وش اجل جيناكم ما نعلوم من طيبه حاصله الله الله وش علوم لا شيء علم لا شيء خبر جايين عند الشايب ذا نبي منه طلبه الله الله وجبت اخوي ابو شعوان واخوي بصقر جاهيه والله يا ابو دويحس انت رجال كبير سن ورجال علوم قانمه سنهم كبير جدي يقول ما عنده شيء لكم خنان خنان ها هنا انا اعطيت هنا طلبتنا يا ودويحس زين وعجبي وين عييت ايش علم كل امر الخيره الله يدل ما حد مجبر على الثاني وامر الله من ساعه ولا وصلت لذي الحلو ما حد مجبر على الثاني ليه تبي تتزوج انت ولا كيف هاد سمعت هذاك هب هب من قبل وهي الله يسدنا حر العدو انت سمعت هذاك عاد جدك من تمر ربنا يجيب العيا جا من قريب الكيك 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 ذا قويين عليه لو السكر منخفض عندك شلون كنت انت شاي انت شاي السكر ظني منخفض عنده اوكي اشغل لحيه قدامنا يشغلنا اشغل لحيه ذاك انت شويه وش كان من ذلك انا خلاني اقول بس زي ما تمشي يقول واحد مجبر على الاخر يا الله لكم الجميع هذا سمعتوا طلبتنا يا طوال عمر السلامه عندكم ابن طيبه حريه معنا دراهم نبي نشتريها شو الري هلا هلا وسمعنا انكم انتم بايعين وحن ريجين والله شفت اي اي عندي مطيتين هذه اما اللي دو اخسى زلع اما اللي دو هو في وجه الناقتي غير جرمها بالفعل هزله 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 اما اللي وراء والله انها طيب والله ناهيه متفرده الله منها سمينه انا حاكيك جدي يا ولد اوه
نبي لنا عشرة من البل بحقها. عندك حاضر ولا ما عندك؟ عندي حاضر بحاضر. شيك انك تبقى لك تصدق وروح اصرفها من البنك. اسمع الجد ايش يقول؟ شو يقول؟ ما اسمع. يقول شيك شيك يصدق لك شيك. شيك شيك وش شيك؟ شيك يعني شيك. يعطيك شيك دراهم دراهم. شيك وين شيك؟ ايش راح يعجبك؟ ها وش قلت؟ خاطمه ايش قلت؟ يقول شيك. شيك يعني دراهم من فورقه. دراهم فلوس. الشيك وين؟ يلا نلقوا. دراهم دراهم من فورقه. شبك. فلوس. الزرقاء 500. هي هي. حيا. حيا. حيا حيا. ها ها وش قلت؟ وين الدراهم؟ وين؟ نعطيك من العشرة 100. جيب الدراهم جيبها. 100 بعت. عندك دراهم الحين اعطيني اياها. انت بعتني اياها روح اختار في البلد. فلوس الحلاق ما دفعتها. اختار فلفل ولا لا؟ انا سيوي دراهم يا ابوي. محمد جمعه يا ابوي دراهم. يقول بيعطيك 100 100 ب 10 ملبل. 100,000 100,000 ب 10 ملبل. عندك ذا الحين. اي اعطني اياه. اخذ البل. البل وين البل؟ حقه. انا ورا الحوش ورا الحوش. عندي ابن حسين. مجاهيل مجاهيل ورا الحوش. هون هون ما عاد نبي شيء. اقطع دابرها اقطع دابرها. اعطني الدراهم واخذ ابن حسين هذه موجود. هاي لا علومه. متعين عندها قبل فتره يا طول عمرك طرح علينا البل. بدر حسين موجود. طرح علينا البل. المهم احنا مستراح بكره بيجيك مع الشيبان. يا مسلم الله خليني اكمل سالفتي. هل ما يبغى يسافر يبغى يسافر يبغى يسافر. يا استغفر الله. عزيز تحبه في تقوى. المهم يا ابو رسام وانا اسولف لي الرجال بعض من قلبه شرب من عندي شيء فيك. قال تبي عندهم عنده عنده لهم محلهم كفو 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 معناتها على 50 60 70 80 ايوه شيئين على 100 150. قال اشتل اشتل لك ناقه زينه بطنها زين وجبها. المهم اروح واروح اروح واجمع لي لين جمعت لي 15000. 15000 ما هي بشيء. ناقة فقل ناقة الزانة ما هي بشيء. البيولة يحذف حذف زين. إيه. ولا أنا هشكة. المهم أروح أجي لي واحد في مزاد القصيب حق قلبي. اسمها ضرية اسمها ضرية. مزاد ما بدي مزاد. ما بدي مزاد إلا سوق ضرية حق قلبي. وأخذ لي ناقة ب 14,500. ونقولها بحول 1,500 لا تدمر. هو الرجال محله؟ الرجال في اللي بين اللي بين اللي بين شو اسمه اللي حول حسن شو اسمه حرض بين حرض وبين خريص هنا إيه؟ بين حرض وبين خريص إيه في خريص أظني. أروح أشيل الناقة يطلع يطلع مرسام وهجي وهد الدمام موديها له. المشاكل قال طيبة لكن ما ندري عن بطنه. إيه من جمعي ولا إيش؟ لا 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 بيضان إيه قال الناقة طيبة لكن ما ندري عن بطنه. ألف حل كفو ناهي صادق بعضهم ينتج وهو إيه؟ مو عادي هذا ترد انا بداك هني الثاني ليه؟ يهوي يهوي احمر اللي بقي من براطم مثل هذيك لا ما عاشر امس انا ابو هو يجيبها عنده اكل نس قبل سنه واربع اربع شهور اربع شهور ناهي. المهم انزلها عندها وقال الناقه جرمها زين لكن ما ادري على البطن. المهم يا هلا هلا المهم يوم خليني سنه لا يدق علي قال ابشر بالخير تحريبه. قال تعال انت وين؟ قلت في الدمام. قال لا يجي العصر يوم الجمعه. لا صلوا ولا جاء العصر لقيت عندي. قال ان الامور طيبه. الامور طيبه. يوم جيته منين الحوار والله العظيم تكون شكوش. خش ما اقول لك. ادقم. قلت ادقم. جاي ابن الرجال. يا رجل صل على النبي. شيبيان جهاز انا سلطان الله يسال عني. هذا اللي طراحه قال لا حاول يلم. قلت طيب نرقم شهرين. قال والله لو ترقم سنتين لا لا تسوي خالفه على الاقل. انت كم شهر ب 14؟ ب 14 5 كذا شهر بعتها 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 ب 18 اي رجعي خالفه بتجيب ترد بعتها ب 18 انا بعتها طيب. قال يا ولد خلها خلها يمكن يجي ثاني. قلت ما عاد ارقم سنتين ثاني. لا بالله دوم علي حط لنا وحده. شوف هنا الحوار شوف الدب ربيع حب 18 5. شوف ازين ازين بعد الحوار وردوا
اسلم اسلم رجع في اسلم اسلم يا ابو دويح اسلم يا ابو دويح والله اسلم روح انا اجيب هرب يا رجال اسلم انا جاي لك الوهم يا واحد من الجماعه على طاري انا اقول لكم البئر يحذف واحد من الجماعه رجال عيار واخيه هم كلهم بدو بس اخيه بدوي راعي ناقه ولا عنده الا جد كنت جد والرجال الشيبان ما شاء الله مخذيه فكاهه هل هو رجال لا هو بدوي بس انه يسوي روحه انه ما يحب البن هو بدوي عنده حلال عنده بس ما طمس يعني اذا شاف قال بدعوه تتعب وكذا هل ركب الرجال بدوي واخيه اللي بدوي بس انه يطقطق سوي اني ما احب البن هنا المهم راح وقال الرجال لا الرجال الدوي قال انا بوديك هنا بعير زين بعير مره الشيء الحين اخيه كورونا راح يكون معه جنبه قال بوديك البعير اذا جيناه ما شاء الله بعير طيب من موقعه خل شوي قال بعير ذا وش هو اللي الحين راح نصوبه قال بعير طيب بعير يحذف انتاج زين ما شاء الله بعير يحذف المهم مسكها براسه يا وقفوا جنبه خير راكب يمينه قال ريوس ريوس قال لي قال بيلا حذفنا هو يقول حذف انتاج طيب ويحسن اسكت هلا الحمد لله على السلامة الدنيا حلوها هداها الرابع حلها نعلم البلا انت عبد العزيز غديت به غارونا حذفه دنيا يلا حذفه بعطيك مع بغير السالفه غير السالفه علمت امس ابو شعوام على طاري الارزاق وذي انكم هذا واحد ما قريه ولا مطفر ايوه جاء مسافر اخذك كلها انت معي اسلم مسافر وجاء عند قرب قريتنا هناك لين في بيتنا انت معي الربع معك اسلم انا اشوف بيت هناك فيه فانوس وقال فرح البيت ذاك راح البيت ذاك يا ولد يا ولد اهل البيت يا اهل البيت لقى فيه عجوز استقبلت العجوز إيه البيت ما في الا عجوز استقبلت العجوز عزيز الحلال ايه سلم الله حي الله اسمع الله يعطيك الوهم الصافة والله ايش حالك طيبه قال الله يعافيك ايش علمس قالت انا مقطوعه من الشجره مبارك وانا في دار الحالي الولد باقي صبي يمكن عمره 28 وهي عجوز كبير في السن سولف معها وقهوته وخذ علومها قالت انا امنيتي في الحياه اني احج ابغى تامر سلك ربي لي انك تحجي قالت الحياه ما انت محرم لي ايش ذا النشبه اللي بقعت فيها انت محرم لي ولا قالت اي طريق قال اجل اتزوجت من يا ابو دخل يا هو يبغى العجر هو كم عمره هو 28 وهي يمكن عمرها في 70 ولا قال اجل اخذت قالت تب انزل يا ابو يجيك العلم هو خذها عشان الاجر ما في شهر عسل فصل اسمعني خذها عشان يحجج في شهر زقاقه انت معي راح يبغى يحجج بها اسكت وراح وحجج بها يا مرجع يا مرجع جاب لها حق مو سنه قدام اغراض وعيشه قال اسمعي ان جيتس شهر ولا ممكن اجي على الحب انا بعيد العنس وتعلم من اول ما عنده بالاركاب قالت ما بخلاف قعد ناسي ذا العجوز يوم جاب على حول السنه اللي راحت راح قال بروح اشوف شو وضع حش جاء لقى البيت مقفل ولا بحد سال راح للمسجد حق الحاره لقى المسجد المطوع المسجد حق الحاره صلى معهم سال الشيخ قال انت ايش تقرب لها؟ قال انا زوجها قال هي موصيتنا تقول ان جاء ولدنا حتى الشيخ استغرب قال انت قال عطاها المفتاح حق الحجره حق غرفتها قال هذا مفتاح حجرتها ووصيتنا في شنطه جوا موصيه ايه موصيته في الشنطه قال حتى عند الشيخ دخل الرجال فتح الشنطه لقى الذهب ولقى الدراهم هي مقطعه مشجرة وعدها من الخيرات ما قال دراهم وذهب ولقى ثلاث اوراق وصكوك ثلاثة راضي شوف الأجر يا بالأجر هي قالت ما أدري إيش مطوع ده أنا أبغى جازيه وراح إني رجاء أبغى جازيه بشيء لكن ورثي كله كل شيء معك بذمة إن جاك أنك تعطيه المفتاح ذا أو خذاها جميلة وأجر يبغى يحجج في الحجز ذي مقطعة مشجرة وأمنيتها
وقاعد بتزوج عشان تسليم محرم لي واحجج بس سبحان اللي ساق لها. والله الارزاق يعني تقول الارزاق سوالف تجر السوالف. اي والله هذا واحد لا 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 ها صورنا 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 اسلم اسلم انزل خلاص لا لا زين انت رحت لك انت رحت لوحدك علي تروح لوحدك هم جوك جماعه زينو زينو جو واحد جوني جماعه هذا يا طوال عمر الشباب بزنس ثلاثه شوفوا يقدمون كلهم سوا لفت معي سوا زين زين علي بشويش علينا حلا يا ولد استاذ هذا السبون ارجع ارجع بشويش ارجع حط لهم حجر حجر ارجع لا ترجعون ثاني مره ولا بعد اسمع هذا اخر مره ترى مخالفه عليكم خصم تطلع برا القريه خصم كلكم برايد تهربون ها كلكم برايد شوف ترى انا قطرت برا القريه جوني انا 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 ولد ارجع ولد عود يا ولد والله لا يستحمل العدل رجعوا لا يستحمل العدل انت وياه قلع الحياه سكر سكر فكر عليهم يا ولد يدفون يا ولد يا ولد ارجع وراكم يا اخي ما تعطون وين انت وياه بارك الله بالعدل السابق والمشكله فيهم شيبان وفيهم عقال فيهم اقبلوا كلهم يا ولد تعقلوا يجي علم عند الله كلهم الا كبيرهم ذا الهرش ذا الهرش لابس اسود ذا الهرش ذا المشكله الهرش ذا كلها مش علي انا ايش عندك زعلان؟ ارجع بس ترجع نظراتك يا علي يبا يهربون الشباب يهربون يهربون من المذيع ها كيف؟ ايش انا بتوي؟ مطوعهم ذا بعد انت تسوي مطوع تراك بالله سلطان 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 مطوع وما صرت يقول ما شاء الله تحت العمارة صرت يقول ما شاء الله انت صرتك وين؟ ما شاء الله كنا في الم كويس ولا يا سلطان كنا نبيع شاي جمر ولا يا سلطان انت يا ولد حسيت مسخر على اللي يصورك يمكن سكروا عليهم يقول سلطان ما طقتهم يا اخي تعال يا مسلم خليه يقول سالفته خليه يقول سالفته كيك يا ابوي لا لا شنو محتاج تعال تعال شنو شنو عندنا سالفه عندنا سالفه تعال من ذا عندك طش اتحدى ايش اسمك كيك خليه يبي يحط طش ماشي شغل كيك شغل هذا اسمك فش اجحدها ابو عبد الله انا رديناهم يقول لك شو اجحدها يلا ارجع انا ربون ارجع ارجع اوه عند زور انس انس خليك على الطاوله اجلس انا الباقي خليك حريف عليه ما جيت دروج ما نسوي نظارتين ضاعت من اين لك من اين لك وهل يطوعك قلبك ان تشيل شيئا ما هو بلك؟ هذا لك لك متى لك لك؟ وهل يطوعك قلبك تلبس نظارات في الليل؟ وهل يطوعك بعدك اعمى؟ بالذات نواف اللي يلبس نظارات في الليل كل صدق يتكلم والعيال يلبسون البارح ما تتكلم وش وضعك انت؟ اذا في اسمح لك اذا في قاطع سوني ولا هو بحق ما ابغى الحق قدام ابو شعوى ابو بارزان وابو عبيد امشوا ابغى الحق اصبر 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 اطول الحق ما يجي اليوم بديت بسالفتي بدبروا خلوني ايش رايكم فيهم؟ العلم عندك انا قاموا من العذر يا ابو معجب العرب راح يردون اخو ياهم واعذرهم مقبول عذرهم هذا يا طوال عمره السلام رجال طبعا ما هي بالله ايش هذا واحد من الله يغفر ذنبنا كان ما هو بارد في شيبا طيب رجال يقولون احد الديار اللي حول الرياض ويوم اقبل الرياض قبل باقي على الرياض حلمتين صفط يقول تعبان سهران يبغى يرقد قد داخل في البرحول 3 كيلو 4 كيلو ورقد ويوم قد ورقد الا الصوت اللي عنده ونين لكن ناشف كذا على الخليج عاد اللي يروي القصه يعني المهم يقول انا اقتنعت ما دريت هو جن انس ما دريت قال يا اخي شوي يوم قرب الصوت يقول ما اقبل لان هنا عجوز كبيره سن في 60 60 65 70 انت انس ولا قالت الله انس قال ويجيبها اعطيها قطر بحلاقها من الماء لين تري لقيها ناشف قال ارتاح 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 ايش عمس جات هنا عندي ولد ان الله يجعل ما هو منا ولا فينا ولا يشبهنا ولا عندي ولد عقب ما يتزوج يبغى يفتك فيني وجابني وحذبني في حد بابي نزلني في حد بابي اي والله انا قصه حقيقيه حذفني هنا بس قال طيب ادق عليه قال لا قالت لا لا ادق عليه لا يدري اني عادني حيس جاء يا المهم تمشكلنا قال هركب يركب يقول مع الجاني انه وقف ركبها مرة الجوال على البر مرتي
جاهزي الفراش جاهزي كلش انا واصلكم قوام خليتي ساعتين لين داخل الرياض و خليها عندي ويحبها عوال يجلس معها يقول اطولت عندي يقول يوم جالك اليوم الا قمت ابكي وتطلب تكفى عن قلبها تكفى تكفى تبي ولدها ودني ولدي ما داري تكفى يا فلان ودني ولدي تكفى يا فلان ودني ولدي قالها ولد سو ناطل سنه ناطل سو وحاطط في احد بل تكفى يدريك ان قلب الام لو تسوي لها وايد الله المستعان قال المهم طلبتها طلبتها حرجتها قال خلاص اركبي الديره من الرياض 300-350 قال اركبي اركبي المهم ويركبها يقول يوم وصل الديره اللي هو قلت انا ما ادري البيت زين لكن المهم صفطوا وعينوا لهم رجال قالوا فلان ابن فلان من بيتهم قال محل فلان قالوا روح قول ادق الباب يقول امه في الغمار قول ادق الباب يقول انفتح السلام عليكم السلام يا الله حيه وش حالك عساك طيب معي مرت انت بشك قول يا مال ثلاثة لن قدم حولت ونقدم ما ده هو الموتر وذبكي قال يوم شافها لأن كان شايف ان عدو قلت والله جهاب عصا حوله يا عدو اي والله ما يضربها يقول رد الرجال هم مصف قام خمس تخابطوا اياه قال قالت ما ادري اركب 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 رجع رجع المهم الحمد لله الله يعافيهم الله لا يبلانا راح وخذ وقت المهم تعلت المرة العجوز كل ما لها تنقص كل ما لها ينقص حظها تبكي ليلها ونهار تبكي المهم تعبت 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 تقول أفزع لها وديها صوب المستشفى يقول تنوم يومين هذا يوم قال الدكاترة ترى حال العجوز هذا تعب ما مر أنت ولدها قال لا ماني بعد قالت أنت أخوها قال ماني بأخوها تعال جاي قالها شوف أن أحد قريب لها قريب لها قال ودق على الماء فلان امك فاخر على شهر فلان تعال خذ رضا امك فلان قال لا اشوفك انت ولا هي مره شدي وجهه ما بقلبه قال يا ام عجزت فيه قول توفت الله يرحمه توفت ونروح ندفن قال والله ما دفن معها ما دفن ما جمعها يا رجال الله يبلونا الله يبلونا رجعنا بوري اسمع فيك العلم اسمع قال وتروح ادفنها الله يرحمها قول روح ايام 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 قول رقم الرجال هذا معي حظ الرجال اللي تنامها بس يقول والله انا تاكل تشرب معي تاكل تشرب معي يقول اخذ لي قلت انا داري انه بيجي يوم من الايام بسمع عنه خبر بس يقول ابغى اتواصل معه قلت اتواصل معه كل ما اخذت فتره دقت عليه سمعت دريت انه حي ما جاء شيء ما جاء شيء ولا مو داري والله مخليه ايه يوم خذ له مده وراح للديره هو له شغل راح للديره اللي هو فيها وعرف له واحد وساله قال فلان فلان قال فلان فلان جاء بينهم جاءك عود على رايك المهم على تعود بحا أول شيء ومشكوا الحكومة ولا حالته حالة الدنيا ما انتوم ياري يجي تدمر حياة ما هذه أما مثلا جعلها جموت صحيح الله كبير شف هذه حكمة اللي ما فيه خير انت هذا ولا في أبوه ولا في أمه ما في خير من الناس رسول الله خيركم خيركم هذه خذها رفيقك ان شاء الله ان الله يجعل الحين راضي عنك ان شاء الله ان الله يجعل المراضي عنك الحين راضي شفت يكلم امك يكلم امه ولا ابوه وشفت تسلم خير من ترى ما بخير شوف وكما تدري ترى انا جد عليه في الهياب السالفه امس واحد يسحب ابوه من الدور الثالث يسحبه شايب يسحبه يسحبه يا يسحبه سحب يسحبه لا يسحبه سحب يمطه يمطه سحب من دور الثالث يعني بدأ في الشارع برا يجي العربي اللي يبغى يضربه واللي يبغى يضرع بينه أبوه يسحبوه لو قلت العود اصبر اصبر لحد يجي والله هذا أنه دين أبوي دين أبوي يوم سويته أبوي كنت أسحب أبوي خلوه حتى شهر خلوه الله أني داري اليوم دا بيجي ورضا الوالدين في واحد فصل من العمل ما أعرفه شخصيا أعرفه شخصيا وهو صار معروف يعني كإعلامي فصل عشان عمل عشان امه عشانه فصل من عمل إيه؟ عشان امه ورجع عندها تسمونه يدبر من عندها شبر ما يظهر من عندها يشلها يوديها يجيبها ياكل معها يشرب معها حتى العزائم بعض المرات ما يروح العزيمه عشان امه ما تقعد الحال الحاله المهم خلى فتره المهم كانت حالته تعبانه
وكان حالت بعد امه تعبانه وامه كبيره السن قد يمه 70. المهم ما ادري ايش سوى، صور سناب ما ادري ايش، بفتح لها الله ابواب رزق والله العظيم. بدا الحين منها خمس سيارات وعادل ما حيت الله بار ورزقها الله. وانا اذكره بعد اني قبل يوم كان وقت تحسبني لا قبلته عينته زهقان منفس راضي الله عليه، وتشوف الرجال ذا فيه قبول وفيه رضا، تحس انك راضي عليه حتى لو كان تحس الرجال ذا مقبول منه كل شيء. هو فقير ولا عنده، لكن رضاه امه غيره من حال الى حال. يقول سيد المسر، يقول سيد المسر الشيخ سيد المسر، يقول سبحان الله، يقول انا يقول تقصيت وراء يقول كل رجل ناجح او كل رجل يعني من الناس اللي سبحان الله اللي يا اما له وجاهه يا اما له يعني مال يا اما يعني مؤثر او ناجح بشكل عام. والله اني ما يعني ما لقيت رجل ناجح الا القى وراه سبحان الله رضا والدي. وكل رجل عرفته يعني ناجح او انه مؤثر قوي يعني، يعني مو بحي الله رجال. ولا تقصيت وراه عين تراه سبحان الله بر والدي، بر والدي سبحان الله تراه سبب نجاح سبب سعاده سبب توفيق من اعظم شيء. لان الله سبحانه وتعالى وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان. وبالوالدين احسان. مع عباده الله مع عباده الله احسان الوالدين. اقول له شوف لا وش من الحكمه حتى لو كانوا مشركين، لو كانوا مشركين شوف مشركين بالله سبحانه وتعالى طيعهم الا في سخط الله سبحانه وتعالى وتحسن اليهم. شوف شوف الشيء العظيم، تخيل انسان عاصي الله وسن والدك لازم تبرمه شيء عظيم. صلى الله عليه. بعض الناس بعض الناس يقول انا بارهم بس رسمي مع امه مع ابوه، رسمي بقوه بقوه يا ريجيل رسمي قسم بالله. لا وحتى اخواني ما تكون رسمي يا اخي، انت واهلك ما تكون رسمي عادت شيء زدكم شيء يسمون عليهم يا اخي. بعض الناس بعض الناس يخوي ابوه يستحي انه يعاون ابوه ولا يا اخي. بعض الناس والله اني اشوفه يا ابوه اقسم بالله تقول يا دار اخويا اخوان يضحكون يتمازحون مع الاخر، شايب يدق الماء يضحك معه وش انه ما يضحك مع ابوه. طيب والله انت تقول يا ولد ما تبين لهم اثنين يسولفون صدقت بعضهم ولد لا يعني ما كذا المهم هاي من تجي من هذا ترى تجي من الوالد، يلاقي الوالد يعطي ولده على كيفه ونازل له على مكانه نازل له مكانه الولد خلاص الولد يجيك مع ولده ترى في سلاح. لكن يسال الوالد يحط بينه وبين ولده مسافه مشكلة هذا غلط. هو في سلاح يرمي حتى ما علمه شيء والله العظيم البعض انه ما يدري عنه. ترى تعال والدين سلاح والله يريد سلاح كيف بال جنة ابد اندعى عليك وعنك ادحورت اما لو ظهرت منه وقال الله يوفقك ادري انك تفلق قدام، ولو ظهرت منه قال الله يجعلها بوجهك ادري انك يا طويل العمر السلامة. هذه حصلت العم اللي الله يرحمه جدي الله يرحمه كان من الناس اللي تقبل دعوته ما كل ما دعا وكان فيه دين لدرجة أنه دعا أنه يقبل يقبر في مقبرة البقيع في المدينة وتعب وجاء واحد من عمال يساكن في المدينة جاء للجنوب خذاه وداه المدينة يعالج عند دكتور سوري مدري معروف في المدينة أول فتوفى وقبر في المدينة. دعا على عم اللي قال روح قوم الطاحون وأنا بروح للبر أسكن البلاد قال لي أنا بروح مستعج مع أخوياي قالها قوم الطاحون وما عليك عادل. جاء الولد عمي الله يرحمه جاء قوم الطاحون وكسر الماسورة طاحون ايش؟ طاحون حق يطلع المبيد يطلع المبيد حق الزراعي دلو مكينة مكينة طاحون اللي تروح المزارع دي اللي تطلع صوت اللي عنده مزارع نلقوا طرطر اي طرطر طرطر اسمه طاحون اسمه طاحون. جاء كسر ماسورتن احنا نوصل مواصيل للبير 15 متر تحت ولا نوصل مواصيل للطاحون كسر الماسورة وراح عند جدي قال لي بتراني اكسر جدي ما يحب يدعي بالدعاء لكن شاف غطى قال روح الله يكسر حظك استغفر الله العلي العظيم. بعدها جدي قاعد راح عمي مع اخويا ويوم رجعوا تقلبوا يطردوا لهم ناقه تقلبوا هو في الصندوق وانقلب السياره عليه وتوفى. جدي كان يبكي لين الله يرحمه لين توفى عشان الدعوه هاي كل ما اتذكرها. وجاء مره زاد عمي اللي قال يبا انا بروح للدوام دوامهم كان في تبوك وكان قبل يعني اخر الليل قال لي انا بروح للدوام ما ادري ايش قال لا تروح ابوك الليل لا تروح الليل لا تروح الليل لا تروح الليل قال بروح يبا قال قول يا الله قول يا الله اجعل موترك ما يشتغل الا لين تشرق الشمس. يحاول الموتر درى ان هذا دعوه ابوه راح صلى الفجر وجاء شغل موتر عاد يشتغل موتر يا طلعت الشمس شغل موتر لين الموتر ما اشتغل.
اقول لك واحد زاد من عيال عمي كان تعرفون البيوت الاوله سياري بين المجالس سميه سياري قديمه بيوت شعبيه قيل قيلوله يلعبون بالعان عند عيال عمي عنده في الحوش وجاء واحد منهم شات الباب روعه الكوره قام ارتاع قام لي شات الباب ما حد اعترف قال له اكسر ايده وادخل جاء ولد عمي الكبير يسعى اللي كلم ذاك اليوم اللي اقول لكم دكتور جاء يسعى وذري البيبان الاولى فيها الحديده ايه تعلق يا رجله في الحديده وطح وجدي باقي ما دخل يبغى طيح صيق والله اني دريت فرجع قال اذا كنت يا ذامر والله اني دريت عاود ودي رجع لي اليد مجبسه كانت دعويه مستجابه هذه نفس سالفه طيب السلامه واحد من يعني بره وقت طوال اي مره برد الكراسي هناك بنشوف محمد المحن اذا جا منهم بيتهم منا فكره حلوه حلو وقبل يطيع عمر السلامه يعطون رواتب يعطونها كاش ما ما احنا صراف ولا شيء المهم يطيع عمر السلامه يعطونه كاش راتب هو مستلمه المهم يروح يعلق ثوبه ويرقد قال له عنده اخوياه يوم قام الا الفلوس هذه محله راتبه كله اللي خذاه ما عاد بقى منه غير ريال مسروق يا الربع احد شاف دراهم احد يمه ميت اخويا اللي في العمل قال جسمه قال انت يا ابن ما دمي لا قال الله يجعل اللي ماخذ راتب شفت طرح حتى دعوته مضروب مستجاب يقول ما بينه وبين الله حجاب يقول دعوته مضروب يقول الله يحلف يقول وعزتي وجلالي لنصرنك لو كان بعد حتى حين حتى ترى سبحان الله يقولون حتى اللي مو بمحد الله ولا النداء بس انه دعا الله هو كافر يقول استجاب مظلوم ومظلوم انه ابن السلمة قال الله يجعل اللي سارق راتبي انه تنقلب عليه السيارة وانه تنكسر يده اليمين شوف ميز قال اليمين ما قال يسار انه ابن السلمة والله ما مر يوم مدري يومين على داخل عليهم ذاك واحد من اخوياها من كسر يده اليمين انت جاك قال انا من قرب على موت من كسر يدي اليمين قاعد جيب جيب فلوس يا مدري قاعد اروح نجيبها عينك شباب تلا منه ياخذها ظلم شيء طلايب يقول واحد من خالي هو خالي توفى الله يرحمه بس انها يسولف منه خله يقول يسولف من ابيهم يقول ان ابي رحمه الله عليه وجدي من امي يقول ما ترد طلبته مو بانها اني ما ترد مره واحده بس يقول اكثر الطلاب اللي يطلبها سبحان الله يقول نشوفها تحقق وله سالفه الحين يقول طلايبه وكذا دعوتها الله ويتكلف فيها ويجي خطوه يوم ولا ابغى لحاجه يا الله فايده يا الله يا رب انت ربي كذا ولا كذا سبحان الله تستجيب يقول يوم جاء يوم من الايام خالي توفى يوم اللي توفى الله يرحمه يقول لي يقول مصلي الجمعه مو صلي الجمعه صلي العيد يقول يوم خلصت هو كان شغال في احد القطاعات العسكريه يقول يا ابي وجه منور وعقب الصيام وخابر راعي طاعه راعي قيام ليل راعي انت يا جدك لجد وخابر بعد يا طلب هو من قلبه سبحان الله تسيبه انا ابغى الاجازه هو كبير عياله وعند حلاله عند دنياه ومشغلته عسكريه بس كذا من اول ما يبدأك يقول ما قال هي ليش قال هو يرفع يده قال يا الله ربي انت ربي تعطي سالم اللي هو يبغي بس دعوه بسيطه بس الله يعلم وش يريد قال تعطي سالم اللي هو يبغي يروح للعمل يقول يوم جاء العمل أول ما باشرهم قال أنت معك فقر دم حلو قال أنت معك فقر دم شو العجيب وش العجيب في الأمر قالوا نسوي لك تقاعد مبكر تقاعد مبكر يقول الله ما نزل من راتب ولا 200 ريال من راتب الأساسي تقاعد مبكر نزل 200 ريال يقول يوم طلعت وحللت في المستشفى الثاني كانت سليمة ما فيك شيء شوف يعني كيف الله سبحانه خلاه يتقاعد يرتاح لا هو تقاعد هو ما شاء الله هو متقاعد قابل حلال اشتغل في وظيفة زينة في تريلر وقاعد راتبه زي ما هو طلع يشتغل في تريلر مراعي وكد بتدخل الدراهم بالهبل وراتبه يمشي له منه ويشتغل في تريلر ما شاء
مشاوير والدنيا تمشي ما شاء الله. دعم الله لا رد لك بعين شيء رزقك في دعم استجابه يا الربع. تعلم سالفه الاستجابه الدعوه اللي بين الاقامه دعوه تاخر الليل المطر والوالدين. هناك انا اوصي بالدعوه عند باب المتزمل. احد يعرف باب المتزمل؟ متزمل متزمل ايوه. هذا الحينه هذه الكعبه هذا الحجر الاسود. ايه من الحجر الاسود الى الركن هذا في باب ذهبي عندي. ايه ذا الباب والله يا الربع. متزمل ايوه المتزمل اسمه المتزمل الملزم 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 ظني الملزم الله يغفر الذنب. انا بيني وبين حمص 40 كيلو كل ما طرى علي اشياء ادعي ربي سبحانه لكن اخذت الاحرام وشغلت والله يا الربع اني اجي ذاك عند الباب مني اقول الدعوه زي ما هي كاني اسولف مع ربي زي ما اسولف معك. بسم الله الرحمن الرحيم اقسم بالله انه ما يمر. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله اكبر الله اكبر خير وسهلا انه ما يمر اسبوع 10 ايام من الدعوه تجيني زي ما هي اللهم لك الحمد. ماشي هذاك المكان لا حد يقرب من الباب ولا لا لا الباب زي كذا تمسك وتحط يدك عليه. ايه يا ربي اني ابغى واني ابغى كذا واني كذا. المشكله كيف تروح له؟ آه انا شوف يمكن ربي يقبل. ايه مو بشرط هذا يمكن ربي يقبل دعوتك. انا شفته المره اللي تقول كذا المره لا اللي هم يوم يصلون يوم يسلمون في عرسي مره كبيره سن الله يكتب اجرها في عرسي حتى عاد العالم يمكن باقي ما يسلموا كذا قومي وكبيرة سن ما بها انشط منها يبغى يردونها يبغى يردونها ما عاد يعتاد روح لين مسكت الكعب يا حظها عندها ريال خلاص تقول له يا اخي شعور حلو يا ربع والله اني الله يبارك فيك خاصه اللي يجوك من برا يجمعون سنوات احنا عشان يجون يحجون يعتمرون لما شافوا الكعبه كانوا شايفين لان الدراهم ذي كل اللي جمعتها يوم بس ولا تقعد اسبوع عند الكعبه تروح يا ابو الكعبه ناسين يجون كم قد عمرت من مره؟ انا كل رمضان ثنتين ثلاث وانت والله واجد وانت نواف كذا على طول عشر خليني انا احسب كل سنه اربعه انا عمري تقريبا 14 وانت نواف اتعد وقت احصل هناك الحين ما شاء الله نواف عاد في جده ما شاء الله يا ريجي ما دامكم قاعد مرتب ما اللي يحس بالشعور اللي لحول من عقب الله الشعور اللي وانت محول من عند الميقات شو اسمه الميقات ما نحس يا ولد ان خلاص تلبس الاحرام بس تلبس الاحرام الدنيا وبقعة كلها وراك وخاصة يجي وانا والله مرة جيت وانا سهران تعبان وادخلها جاني نشاط باقي ما جاني بعد خلينا تقول للحرام نفسيتي زانة نفسيتي زانة واسعى بعد اسعى من الدور الثاني ما هو بالصحن الدور الثاني على بعيد سابع دورات كاني ما سيت والمسعى بعد المراحل الجديدة نشاط نشاط والنفسية ممتازة اللي زاد لمنك دخلت كانك داخل المدينة اوه المدينة المدينة لمنك دخلت المدينة يا ريدي اجيها بصلي فرض فقعد يومين يا ولد روح والعب الزحمة روح تقعد الساعة تسلم على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمرت هم سريت ما مشيت في المدينة من مكة على المدينة على طول على السايدين اللي ظلاموا ولا بيه الا محطتين اظن يوم محطة طريق الحرمين لا لا اسمه طريق الحرمين من مكة للمدينة مكة المدينة والمهم الناس اللي يسوي يجيب المدينة قد الساعة 3 الفجر ونمسي يوم جا الظهر ويقطع كلامك اي حزة صيف شتاء ربيع المهم انها في يوم الوبا الكورونا المهم كانت انظمة قبل 5 سنوات كانت انظمة ولا بد هاي تجي موعد على مكة وعلى المدينة توكلنا توكلنا المهم نجي ندخل يا ولد مسجد دخلت قلت انا ابغى دخلت مسجد قالوا درجات تصلي بعدين تدخل الروضة الروضة تدعي فيها بعدها قبل الرسول هم عقبها تظهر وتعين لك باب علي حديد كذا قبل الرسول ومن اليمين هي سلطان ابو بكر بكر وعلي والابن طالب والعمر عمر عمر وكان عمر عثمان وكان عمر وابو بكر عمر اي صدقت ما ادري غير محمد ولا هذا الجنب انا اتذكر ان على اليمين ابو بكر اللي صار ما ادري النبي صلى الله عليه وسلم النبي في النص ابو بكر عثمان عثمان بعد لا لا ثلاثة قبور يا سلطان يا باسم نديك انها عمر جاي يستاذن الله عائشة عائشة يقول يقبرني مع صاحبي وافقت له عائشة رضي الله عنها عائشة يعني مقبورة معه؟ لا 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 قبرها جنبه لا هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيها ابو بكر وجنب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قدام يموت عمر رضي الله عنه يوصي جاء عائشة يستاذن يقول استاذن شني اذا مت تقبرني تخليني اقبر عند النبي وعند ابو بكر لانها هي اصلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في جنب في غرفة عائشة او جنب حجرتها اي اوه فقال اسمح لك يا
يعني عمر وبكر. عمر وبكر مع قبر النبي صلى الله عليه وسلم جنب كل قبر جنب قبره. ها عليه بوابة واحدة ما عليه لا ترى في بوابة ذهبية يزيدي. أنت لا دخلت تلقى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام قبر عليه صار كذا تمشي جنب بعض. إيه الرسول في النصر. وتجيب الروضة روضة صغيرة ممكن عشرة. حتى دفعات يدخلون دفعات. دفعات دخلون دفعات. أدعي يا ولد راح نفسي يا راح. أنا خرجت ما رحت مقبرة البقيع. وين مقبرة البقيع؟ أنا أنت خرجت. ما اللي فيها؟ أكثر في مقبرة عواد صحابة على على علماء على في ناس يدفنون فيها لهذا الحين دحين مقنعة دعاها الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا يوم أقول لك جدي دعاني الله يرحمه اللهم اغفر له اللي يقبر فيها إن شاء الله أنه دعاها الرسول المقبرة دي. أقول لك جدي هل وسعت فيها عقب هل جاء فيها توسيع بعدها؟ أيوة والحين إذا لم تلك قبل شوي ما اقول اميدك اقول جدي من قوه ايمانه قال اسال الله ان اكبر في مقبره البقيع لان ادعى الرسول صلى الله عليه وسلم فعالجه ابوي في الخميس وعالجه واحده من عمالي ما ادري فين وعالجه يا شوف يا مراد الله لها واحده من عمالي موظف المدينه قال بجيك يا ابوي واخذك عندي مدينه بعد دكتور كويس ما ادري ايش وراح من عندهم طيب بخير بس اللهم فيها فيها عندها المرض الخبيث كان عندها مرض خبيث قال باخذك معي ابوي بخير تغدى وتودع من جدتي وسامح منها ومن عمالي دول وراح بخير قال ان شاء الله من رجعت لكم رحنا قال ابوك ان شاء الله انه طيب وان شاء الله انه قعد يومين عنده في ثلاثه توفى وقبر في مقبره دعوه الاستجابه يرجين يوصون الدعوه اللي اول ما تدخل مكه اول ما تشوف الكعبه كل دعوتك اول ما تشوف الكعبه ان دخلت مكه ودخلت الصحن يقول قبل ما تشوف لا شفت الكعبه لا جبت عينك على الحجر الاسود بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن الرحيم جاك مره بعض الله مسجد قبة طيب رحت له ها مسجد قبة مسجد قبة اي بس سلطان هو اول مسجد ولا ثاني مسجد بني بعد الاقصى مسجد قبة فيه مدينة يا اخي المسجد الكبير اربع مناير ما جيت الا ابو مناير ذي اللي فيها هذه مسجد قبة هو بعيد بعيد عنه يمكن لا مسجد قبة وانا اول ما بني جات الناقة الظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم او جات قال انها مامورة دعوها انها مامورة يعني لو وقفت المكان اللي توقف فيه يبنى فيه مسجد جاءت أمر الله اللي وقفت موقفت بين المسجد مسجد قبة وفيه له فضل الفضل بس ما يحضرني الحين لكن له فضل عظيم اللي الصلاة فيه أوكي الله أن الصلاة فيه بركتين أما مثل عمرة أو مثل أنت رحت مدينة شف رحت مدينة لازم تزورها كلها في يوم والله ما عندي فيها قبة جيت أنا مسجد النبوي بس ما هو النبوي أفضل مسجد النبوي في جبل أحد ما رحت له إيش تدي رحت مدينة لازم تأخذ معك زي السفير يعلمك بس ما بلازم مو بلازم لا أي سنة زينة سنة. يعني محلاتهم يا ولد أشياء من الصحابة تدري يا عثمان بن عفان رضي الله عنه له فندق كيف الحرم فندق يجيب رب الكعبة فندق وقف زي ما تقول زي الوقف من عهد الصحابة زي ما تقول يستلمون فلوس يحطونها في يحطونا في فندق يحطونا في مازمزم يحطونا اوقاف له الاجر يجيه وفي قبر اوقاف الظاهر كانت مياه وكذا والدنيا بس نستمر اللي اقبل مكتب فندق عثمان رضي الله عنه اللي صار وين داخل؟ ما ادري والله لا هو ظني انه من الجهه الشرقيه انه هي اربع جهات غربيه شرقيه هو من الشرقيه ظني اي جيتك والله والله ادخل في برج يا ساعه اي والله ادخل المهم احسب لها صغير كذا يا ما شو تطويل زمان صغير يعني قلت انا يمكن اذا اقى شيء 30 متر 30 متر الغرف ساعه غرف هذا جنبه لا ادخل فندق يسار يوم خلصت العمره وذي رحنا الفندق جنبه جنبه وبدلنا وقلنا نخلي الرسول مستني فوق الساعه الساعه في تعشون ولا تدخل الدور الاول يا ولد يلا كنت شوف اخر كيف برمج ركب الدور الثاني الدور الثالث اسواق ودنيا ولد مطاعم مطاعم المهم قلت يا ولد انا ابغى اصل الساعه ادريك ما تعدى الدور 16 ما ادري ما في 16 السادس ما تعدى الدور السادس تعين بعده في اجنحه اللي يوقف الليفت يقول الليفت تظهر من الليفت تدخل الليفت الثاني اذا معك بطاقه او يعني مستاجر اجنحه اجنحه فوق ملكي ما ادري ونجي من استاجر قال يوميه ما ادري ب 5000 او 4000 قلت يا صلى على النبي انت خذ جناح ملكي ولا ايش؟ لا يا ري غرفه غرفه بس الحزه في رمضان في رمضان يا ري رمضان غرفه اسمع لي رمضان لقيت لك حجره محمد السقراء عندي يصور انت شفت في سناب يصور من كيف تحرك الساعة وكيف شغلاتها وكيف محركاتها يبس نفسه
من داخل مدخلين داخل ركبوه. انا مره يعني كيف ركبوه بدون السحاب؟ هذا العلم، هذا العلم يا عزوز يا رجال. شفت تجي وقت الشتاء عارف لا الحين جوت الساعه ذي لا 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 صدقني لا يزرع ايش لا يمكن ضر زاويه تمام لا يصير عود يا رجال عود كيف ركبوه كنت تشوف كيف ركبوه لا 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 زي اللي يجون بعدين الحمد لله اللي ترفع الطوال ذي كم تفعل كثير رافع عادي شهلا زي مين الأرض جدة 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 شهلا بالحكم هو أول جمعة يعرف الحي هم لون كل جمعة بصليها فيها على طاري رافع عادي واحدة من الجماعة توه تخرج مهندس توظف على طول شركة هناك وجاء يسولف مع الباكستاني يعلمه بعد الرافعة طاحت عليهم الرافعة دي الطوال دي الكبار على أصل إيش ها قديم لا لا قريب قبل 4 سنوات لا 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 رافعت في صيرة. في الرياض إلى كم الكبار ذي الرياض طاحت إيه هو في ماسك لهم مؤسسة وكذا وفي مؤسسة شركة ويكلم الرجال المهندس يكلم الباكستاني أدري الرافعة طاحت عليهم هم ما يدروا وش يكلمه سبحان ربك سبحان إن جاء طحي على الباكستاني ولحقت هو جنبه طحي على الباكستاني والباكستاني عجينة من تأثر الحمل أعوذ وذا قعد في العناية يمكن أسبوع على عربية ما يقدر ارتاح اقول انه بيشل وقالوا سبحان الله باقي له ربي باقي له باقي له لين همشى سبحان الله جاء السنة ذي فارس الثاني راح اللي طاحت وين في مكة لا 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 رافعت ما ادري هي في الرياض خمسة راح عجينة طاحت لا لا تكفون سوري ذي الرافعات ذي ولا الاشياء ذي ولا زي اللي طاحت خطيرة لكن سبحان الله الله اعطاهم علم كم مات يا سلطان ما عندنا رافع ولا شيء ما عاد مات الله اقول لك عسى الله يهنيك بفعاليتك سحب عليك من الحين ولا حق انك قمت معود صوره طل من الله شاء وخربه خلينا هو كذا الله مسويها زي ما جاي يلحق يلحق يا منى قاعد ابن كذا خطط على شيء هو عندي تحت فيه يا اخي راس الليل شلون يروح عند داخل مل مل مدينه انت كيف تروح مدينه دايم مدينه طيب الحره السعداء ذي اللي بين المدينة ومكة